معنا اتصال الأخ مشاري، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياك الله. شيخ صالح، أنا عندي سؤال. الوالدة من مدة طويلة انذرت نذر، اللي هو أنه إذا تخرجوا إخواني من الجامعة أنها راح تذبح 10 ذبايح، والنذر هذا أخذ مدة طويلة إلى الوقت الحالي. تعرف الآن أسعار الذبايح يعني ما عاد تقدرها الوالدة، فما عاد تقدر توفي بنذرها بسبب غلاء الأسعار، فما أدري وش الحكم يا شيخ صالح. نذرتها أن تذبحها وتوزعها على الفقراء، ولا تذبحها يعني للأصدقاء والأغنياء وش نيتها فيها؟ لا هي نذرت بدون لا تحدد يا شيخ صالح. حسب نيتها يا أخي، إن كان نذرتها تبيها للأصدقاء ولو كانوا أغنياء ولأهل البيت هذا نذر مباح، إن شاءت فعلته وإن شاءت كفرت كفارة يمين. أما إذا كانت نذرت هذا للفقراء فهذه صدقة وهي طاعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فلا بد أن تذبح هذه الذبائح وتوزعها على من نوت توزيعها عليهم من الفقراء. نعم.